راجل شفيق يا راجل. يا ابني بقول لك فكرني بيه. لحظة واحدة خليك معايا. اهدى. قال طويل وقصير. انا راكب ده الشنب ورا شفيق يا راجل. شفيق. ايوه يا ابني شفيق مين؟ شفيق مين؟ الاسمراني المبيض. شفيق يا راجل. انا مش فاكره يا ابني الراجل ده. تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان محمد نجم الذي يعد علامة من علامات الكوميديا في مصر والوطن العربي. ولد نجم في قرية الغار بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية في 15 يناير عام 1944، واسمه الحقيقي محمد محمد علي عوض، واختار اسم الشهرة محمد نجم. بدأ مسيرته الفنية في فترة السبعينيات بأدوار صغيرة في السينما والتلفزيون، ثم قرر الاتجاه إلى المسرح، وبدأ من خلال مسرح الجامعة بعد قيام أحد زملائه بترشيحه لدور في مسرحية الفنانة نجوى سالم بعد اعتذار النجم الأساسي. أولى مسرحياته كانت هي موزة وثلاث سكاكين، وبدأ العمل في مسرح عبد المنعم مدبولي، وأسس بعدها مسرحه الخاص الذي يحمل اسمه، وكانت أول بطولة له مسرحية حاجة تلخبط التي قدمها في عام 1970. قدم نجاحات عديدة في المسرح الكوميدي، ومن أشهر مسرحياته عش المجانين التي اشتهر فيها بمقولة شفيق يا راجل، وأوضح أن الإفيه كان ارتجالياً ولم يكن مكتوباً في النص الأصلي، وعندما نال إعجاب الجمهور كرره. كما قدم أيضاً مسرحية اعقل يا مجنون التي حققت نجاحاً كبيراً. الأستاذ جاد الحقي متولي أويس العتبة؟ لا شبرا شبرا يا سيدي، العتبة شبرا الاثنين زحمة. شارك في العديد من الأعمال في السينما والتلفزيون، من أبرزها أبداً لن أعود، كيف تخسر مليون جنيه، حياة خطرة، وحكايتي مع الزمان. في 5 يونيو عام 2019 توفي محمد نجم إثر جلطة في القلب استدعت نقله للمستشفى، ودخل في غيبوبة استمرت ليومين، وتوفي بعد ذلك عن عمر ناهز 75 عاماً.